بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، كما ترون في العنوان، الدول الإسلامية الأخيرة في الصين. أقامت دول إسلامية في الصين حقا؟ وهل الصين أندلس أخرى مفقودة؟ فلندخل مباشرة في الموضوع بدون مقدمات اليوم، في الحلقة السابعة والأخيرة من سلسلة تاريخ الصين والمسلمين. قبل البدء يرجى الدعم بإعجاب واشتراك تشجيعا لنا على الاستمرار، وعلى بركة الله نبدأ. تكلمنا في فيديو سابق بفضل الله تعالى عن موجز تاريخ الصين قبل الإسلام، وصولا لأسرة تانغ التي عاصرت النبوة والخلافة الراشدة بعدها، وما حصل من سفارات بين الصين والمسلمين ثم الأمويين، وما أدراك ما حصل من عز للمسلمين أيامهم، ثم ليتوج هذا العز بمعركة طلس أيام العباسيين. كل ما سبق عهد نفس الأسرة تانغ التي حكمت حوالي 300 سنة، ثم تغير الحال من صدام إلى وفاق، واستقر المسلمون في الصين وحظوا بعلو شأن استمر حتى عهد سونغ وجين اللتين خلفتا تانغ. ثم بسيطرة المغول وقيام مملكة يوان العظمى في الصين، زادت حظوة المسلمين وتسلموا مناصب عليا في أرجاء الصين. ثم بلغ المسلمون الذروة مع انحسار يوان وتسلم أسرة مينغ، خاص عهد مؤسس الأسرة نفسها الإمبراطور هونغ وو، وزادت أعداد المسلمين ونفوذهم خاصة في النصف الجنوبي للصين، وكذلك على مستوى القادة، لدرجة قلنا أن الإمبراطور نفسه قد يكون مسلم. وأخيرا كان عهد ابنه يونغلي وبناء أضخم أسطول بحري صيني، أو بالأحرى الأسطول الوحيد بقيادة رجل مسلم له، ليكون عهد أسرة مينغ حتى الآن عصرا ذهبيا للإسلام والمسلمين في الصين. ولم يكن يونغلي آخر المهتمين بالإسلام، ولا أبوه هونغو آخر المتهمين بالدخول في الإسلام. فها هو الإمبراطور تشينغ داي، وهو الإمبراطور الحادي عشر من أسرة مينغ، حكم بين 1506 إلى 1522 ميلادية، دعا المسلمين للعمل كمستشارين في محكمته التي كانت مليئة بهم، ومليئة بالنقوش والزخارف الإسلامية العربية والفارسية، كهذه الصورة المنقوش عليها كلمة طهارة، حتى أنه لبس اللباس الإسلامي، وتم إصدار قرار بمنع أكل الخنزير وذبحه، مما جعل معظم المؤرخين يعتبرونه معتنقا للإسلام، ورغم أن مصداقيتنا في القناة تكفي بفضل الله عز وجل، ولسنا بحاجة لعرض مصادر في كل معلومة غريبة، ولكن هذه نبذة عن المصادر التي تحدثت عن إسلامه، وهي حوالي 5 مصادر أجنبية موثوقة، ومصادر تاريخية متنوعة أخرى صينية وغيرها، ومصدر إسلامي لعلي أكبر الخطائي وهو مؤرخ معاصر له، والذي بلغ به الأمر أن ذكر أن الإمبراطور كان معتادا على زيارة مسجد بكين الكبير والصلاة فيه. رغم كل ما سبق من تعامل أسرة مينغ الطيب مع المسلمين، كان هناك قانون الزواج العرقي الإجباري الذي يحظر على أي شخص من عرق غير صيني، والعرق الصيني هو عرق الهان، بالزواج من نفس عرقه، أي اضطر المسلمون من عرق الهوي أن يتزوجوا من أعراق أخرى، مما خلط الأعراق وجعلها تنصهر مع عرق الهان الصيني الوحيد المسموح له الزواج من أبناء عرقه. لذا نجد اليوم عرق الهوي المسلم الصيني وبعض القوميات الأخرى تشبه الصينيين إلى حد كبير، ولا تشبه أصولهم العربية أو الفارسية أو التركية. كل ذلك أدى لنوع من الانعزالية في الصين، واضطرار اندماج المسلمين مع المجتمع الصيني أكثر فأكثر، لدرجة تبدلت كثير من أسمائهم ولباسهم وألقابهم. فمثلا الأسر التي تنتهي بكلمة محمد صار لقبها مو، وبكلمة مصطفى تلقب مو، وبكلمة ماسعود تلقب ماي، وهكذا. أضف لما سبق إيقاف الرحلات البحرية بعد تشينخي، مما أضعف الحركة التجارية الكبيرة جنوب الصين، وأدى لتناقص هجرات المسلمين إليها، بل أدى أيضا لخروج المسلمين من المدن الساحلية المتجمعين فيها. رغم كل ما سبق، كانت سياسة مينغ السمحة تجاه المسلمين وتخلق المسلمين بالوفاء،
هي السبب في اصطفاف المسلمين إلى جانب هذه الأسرة ضد غزو المانشو، والذي دفع المسلمون ثمنه غاليا. والمانشو هم قومية مختلفة عن عرق الهان الصيني، فالهان يعتبر عرق متحضر ذو ثقافة قديمة، أما المانشو فهم شعب تنغويستي غير متحضرين، يعتمدون على الزراعة والصيد وتربية الخنازير. يعيشون في هذه المنطقة أعلى كوريا، والتي تسمى منشوريا باسمهم، وهم موجودون لليوم كأقلية في منشوريا بتعداد حوالي 10 ملايين، وديانة شامانية هي ديانة المغول سابقا، وقد كانوا موجودين في منشوريا تقريبا طوال فترة حكم مينغ للصين، وينتمون لشعب الجوشن الذي أسس سلالة جين اللاحقة هناك، خليفة جين الأولى التي ذكرناها من قبل. ثم ما لبثوا بدءا من 1636 ميلادية أن وصلت منهم أسرة تشينغ للحكم، فوسعت حدودها للجوار بالترافق مع انتهاء مملكة يوان الشمالية. ثم غزت أسرة مينغ عام 1644 ميلادية، وسرعان ما اصطف المسلمون لجانب مينغ، وشكلوا عماد القوات المناضلة ضد الغزو، على رأسهم القائدين المسلمين ميلانين ودين قودونغ في قانسو ودعم الأمير تورونتاي. وبوصول المانشو للجنوب تصدى لهم المسلمون المتجمعون هناك بكثرة أيضا، ولكن المانشو انتصروا في النهاية مع الأسف، وقتلوا ما يقارب 100 ألف من المسلمين المقاومين لهم بما فيهم القادة الثلاثة العظام. ويتواجد في جوانغزو اليوم 3 من قبور موالي المسلمين مينغ، ويسمون بثلاثي حماة الدين أو ثلاثي المسلم الموالي. وهكذا كانت العلاقة مع المسلمين متوترة منذ بدء عهد أسرة تشينغ وسيطرتها على البلاد، والذي شهد ثورات لاحقة من المسلمين انتهت بالفشل ومزيد من قتل المسلمين وهجرتهم إلى بورما. استمرت أسرة تشينغ في الحكم منذ 1644 إلى 1912 ميلادية، واشتهروا بهذا اللباس في الصورة، مما جعل الناس تسمي المانشو ذو اللون الأحمر بسبب لون قبعتهم، بينما اتخذت من التنين علما كما يتضح، وتوسعت لتضم منغوليا اليوم، ثم أراضي التيبت، ثم أراضي تركستان اليوم، لتبلغ ذروتها وتسمى تشينغ العظمى، ولكن ذلك كان بالترافق مع صعود الروس شمالا والإنجليز في الهند، فغزا الروس أراضيها وبدأوا يقتطعون منها، مستغلين ثورات المسلمين التي انتفضت بسبب الاضطهاد الذي لازمهم منذ بدء أسرة تشينغ. أول أكبر ثورة كانت في دالي جنوب غرب الصين، حيث يتجمع المسلمون آنذاك إثر مقتل 3 آلاف مسلم من قومية الهوي المسلمة على يد عرق الهان وتشجيع من أسرة تشينغ. فانتفض رجل مسلم من الهان أنفسهم واسمه دو وين تشو، واسمه الإسلامي سليمان عبد الرحمن، انتفض لدينه ولم يتعصب لعرقه، وثار على تشينغ، وتجمع حوله مسلمو الهوي جميعهم في أكبر ثورة إسلامية في الصين، ودعا في نفس الوقت في ثورته أبناء عرقه الهان غير المسلمين للانضمام للمسلمين. نجح سليمان بالاستقلال في دالي في مقاطعة يونان التي نذكرها كثيرا، وتم إعلانها دولة مستقلة باسم الدولة الجنوبية المسالمة، وعرفت باسم سلطنة دالي أيضا، واتخذت هذا العلم الجميل الذي نراه بهذه الأبجدية الجميلة أيضا. توسعت السلطنة وتسمى سليمان بقائد جميع المسلمين، وانضم له مسلمون من شتى الصين، ورغم حربها مع الروس تركت إمبراطورية تشينغ تلك المعارك وقبلت بسقوط أراضيها للروس مقابل نقل جندها لحرب السلطنة الجديدة، فدائما يخافون من المسلمين أكثر من العالم كله. وسرعان ما أمدت فرنسا تشينغ الصينية بمدفعية ثقيلة وخبراء عسكريين، وأمام هذا الحلف الصيني الفرنسي أرسل السلطان سليمان رسالة مع ابنه حسن للإنجليز ليتدخلوا في صفه، لكنهم رفضوا مع الأسف، فاجتاحت قوات تشينغ السلطنة وهزمت المسلمين، فسقطت دالي بعد عقدين من الزمن، وقتل سليمان شهيدا، وقطع رأسه، وأرسل مغطسا بالعسل إلى الإمبراطور. وانتقمت تشينغ بعدها من المسلمين، فارتكبت مذابح كبيرة، قتلت فيها حوالي 1 مليون مسلم، وأطلقوا اليوم على تلك الثورة، أو بالأحرى تلك السلطنة، اسم تمرد بانثاي، لتجريدها من لقب الدولة، وهي كلمة بورمية أطلقها البورميون على مسلمين الصين الذين لجوا إليهم بعد هذه المجازر.
لم تكن تلك الثورة الإسلامية الوحيدة، بل في نفس الوقت اندلعت ثورة دونغان عام 1862 ميلادية، وهي أيضا ثورة مسلمي الهوي، وكانت شاملة تشينشي وقانسو ونينكشيا وتركستان. واستغل أحد القادة المسلمين وهو أوزبكي أو طاجيكي واسمه يعقوب بيك، استغل هروب جنود الصين من الحدود مع الروس ليدخل كاشغر، ثم ليعلن دولة تركستان الشرقية، وأعلن تبعيته للدولة العثمانية، وقبل العثمانيون ذلك وأعلنوه أميرا من قبلهم في 1873 ميلادية عقب سقوط سلطنة دالي الإسلامية. ومرة أخرى يسارع العالم ضد هذه الثورة لأنها ثورة مسلمين، لتنجح قوات تشينغ الإمبراطورية في قمع الثورات بالكامل، ثم هزيمة يعقوب بيك وجيشه ودخول تركستان مرة أخرى، وقتل يعقوب بيك، وقيل بل مات مسموما، وقيل أيضا هدم الصينيون قبره لأنه أصبح بطلا بلقب أتاليكازي أو الأب البطل. عقب هذه الثورة ارتكبت قوات تشينغ مذابح في كل مسلمي تلك المقاطعات، حتى كان هدفها إنهاء المسلمين في الصين كاملا. وصل عدد قتل المسلمين فيما سمي تمرد دونغان إلى عدة ملايين مسلم، بينما قلنا قتل مليون مسلم في ثورة بانتاي في نفس الوقت. تبقى نقطة هامة مؤسفة أنه في كلا التمردين وقف بعض المسلمين مع تشينغ، وقيل بسبب اختلاف في الطريقة الصوفية بين الجهرية والخفية بين كلا الفريقين، أي ليس حتى اختلاف مذهبي، بل في نفس المذهب الصوفية اختلفت طريقتان منهما مع بعضهما. رغم كل ذلك الاضطهاد، بقي وضع المسلمين أفضل بقليل من المسيحيين الذين أعدم مبشروهم أو أرسلوا عبيدا للقادة المسلمين الموالين لتشينغ. وما هي إلا سنوات حتى خسرت تشينغ الحرب الصينية اليابانية الأولى، وتبع ذلك بسنوات ثورة صينية عارمة سميت ثورة شينهاي، ولأنها ثورة غير إسلامية فقد تركها الغرب، وفعلا سقطت إمبراطورية تشينغ سريعا، وفاز حزب الكومينتانغ أو القوم الصيني وهو معادي للشيوعية، لتتأسس جمهورية الصين عام 1912 ميلادية، وهذا هو علمها. لكن تلك الاضطرابات لم تمر بهدوء، فتعاون المنغول الشيوعيون مع الروس واستقلوا في 1924 ميلادية، كما استقل التبتيون أيضا، ثم اندلعت الحرب الأهلية الصينية بين هذا الحزب القومي والحزب الشيوعي في 1927 ميلادية، فتجزأت البلاد واستقلت مناطق كثيرة منها إسلامية كتركستان، وانتهت الحرب الأهلية مؤقتا لتفوق القوميين بمساعدة المسلمين على الشيوعيين، واستعادت الصين معظم الأراضي، وتبدل العلم لهذا الذي نراه. ورغم أن المسلمين حظوا بدعم مقبول من الحزب القومي، لكن مسلمي تركستان ثاروا بعد أن اعتدى رئيس الشرطة على امرأة مسلمة، فتظاهر الناس بإقامة حفل له، ثم قتلوه مع جنوده 32، واندلعت الثورة تعم أرجاء البلاد في 1931 ميلادية. فاستعانت الصين بقوات روسية، فانتصر المسلمون عليهم وتقدموا إلى شينشان وطرفان وأخذوهما. حاولت الصين التهدئة، فأرسلت لعزل الحاكم المقيم في أورومتشي، لكن المسلمين وصلوا قبل ذلك واستولوا على المدينة عاصمة تركستان وطردوا حاكمها قبل عزله حتى، ثم استولوا على كاشغر وكان فيها ثابت داملا أي الملا الكبير. فجاءه الحاج خوجا نيازي وهو مسلم أويغوري، كان نائب الحاكم الصيني، جاءه إلى كاشغر للتفاوض، لكنه سرعان ما اقتنع بعدالة ثورتهم وانضم لهم. وهكذا صارت الثورة الإسلامية مسيطرة على كامل إقليم تركستان 90% منه. فأعلنت الثورة قيام جمهورية تركستان الشرقية جمهورية إسلامية، أي وفق مبادئ إسلامية، في 1933 ميلادية، واتخذت هذا العلم الجميل علما لها، وهو علم يشبه العلم التركي ولكن بالأزرق، وذلك بعد عقد صفقة واتفاق بذلك مع الحاكم الصيني للعشرة بالمئة المتبقية من الإقليم. وعين خوجانياز رئيس للجمهورية والملا الكبير رئيس للوزراء. كيف تتوقعون رد فعل العالم والصين والروس حيال ذلك، والدولة المؤسسة دولة بنظام إسلامي؟
سرعان ما انتفضت الصين وتحالفت مع الروس السوفييت آنذاك رغم عداوتهم لبعض، واجتاحت الصين تركستان بدعم روسي وهزمت المسلمين مع الأسف بعد عدة معارك في 1934 ميلادية، ثم قامت بإعدام كامل أعضاء الحكومة مع 10,000 مسلم انتقاما، وكان ذلك بحضور نفس الحاكم السابق الذي كان عقد الاتفاق معه. يا للغدر في طباعه. وأعادت هكذا الصين سيطرتها على تركستان، وحصل الروس مقابل المساعدة على حق التنقيب على الثروات المعدنية ومكاسب أخرى. لم تمضي إلا 3 سنوات حتى سلط الله اليابان على الصين فأعلنت الحرب الشاملة عليها. سبحان الله الذي قد ينصر دينه بفاجر. واجتاحت اليابان منشوريا وأجزاء من الصين وأذاقت الصينيين الويلات، وذلك حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي تلك الأثناء ثار المسلمون في تركستان ثانية، وهذه المرة دعمهم السوفييت نكاية بالحزب القومي أعداء الحزب الشيوعي الصيني، وانتقم المسلمون من القيادات الصينية المؤيدة للإعدامات التي حصلت قبل أعوام. وأعلن قيام جمهورية تركستان الشرقية الثانية في 1944 ميلادية، لكن في الحقيقة تحت المظلة السوفيتية، وكان رئيسها علي خان شاكرجان. لكن بانتهاء الحرب العالمية واستسلام اليابان وانسحابها وعودة منشوريا وكثير من أراضي الصين لها، ورغم أن الحرب الأهلية الصينية لا زالت دائرة بين الحزب القومي والشيوعي، لكن القوات الصينية دخلت تركستان وأنهت الجمهورية ونفت علي خان لأوزبكستان، وتوقف السوفييت عن الدعم لأن الشيوعيين في الصين قاربوا على النصر. ورغم استمرار المقاومة بهذا الشعار الإسلامي الرائع الذي يحمل شعار التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقاومة ل3 سنوات من 1946 ل1949 ميلادية، لكن القوات الصينية نجحت بإنهائها خاصة مع دخول الشيوعيين في نفس الوقت البلاد، فكانت هزيمة مضاعفة للمسلمين، مسلمو الأويغور في تركستان ومسلمو الصين الذين حاربوا ضد الشيوعيين. بينما لم تجد حكومة الحزب القومي إلا الهرب بعيدا إلى جزيرة تايوان لتتابع هناك باسم جمهورية الصين وبنفس العلم إلى يومنا هذا، ووقعت أراضي الصين بيد الثوار الشيوعيين الذين وسعوا حدودها أيضا وضموا التيبت وسموها جمهورية الصين الشعبية تمييزا عن السابقة. وقد تكلمنا عن هذا الوضع السياسي في الفيديو الأول الصين ديموغرافيا، تجدونه في قناتنا بفضل الله تعالى. ولأن المسلمين قاتلوا إلى جانب الحزب القومي ضد الشيوعيين في أراضي الصين، تم اضطهادهم على 3 مراحل من قبل الشيوعيين. في الفترة الأولى أول 10 سنوات سايرت المسلمين، ثم في الفترة الثانية 12 سنوات من حوالي 1958 إلى 66 بدأ التضييق على المسلمين، فأغلقت عدد من المساجد وحولت لأغراض اقتصادية، وتم توقيف بعثات الحج ثم تهجير المسلمين من مناطقهم لتغيير الديموغرافيا، وتم أخذ رجال الدين ووزعوا على المزارع والمصانع تطبيقا للنظام الشيوعي، مما أدى لقيام المسلمين بأكثر من 45 ثورة معظمها في تركستان الشرقية. ونتيجة الثورات قتل مع الأسف أكثر من 360 ألف مسلم واعتقل أكثر من 500,000. اشتد بعدها العنف في العقد الذي يليه حوالي أواخر الستينات وأوائل السبعينات، حيث ضرب رجال الدين في الشوارع، واقتحمت البيوت لمصادرة الكتب الدينية، وأحرقت بما فيها القرآن الكريم علانية في الشوارع، وأغلقت جميع المساجد وعددها فوق 40,000 مسجد في الصين، عدا واحد في بكين بقي للدبلوماسيين المسلمين. ثم هدأت الحكومة بعد 1978 ميلادية من هذا التعسف، وفتحت بعض المساجد المغلقة، وقد تعرضنا لوضع المسلمين اليوم في الفيديو الأول، وأشد المتعرضين للاضطهاد هم مسلمو تركستان مع الأسف. أندلس أخرى ضائعة فعلا. صحيح أن لم يحكم المسلمون الصين رسميا، ولكن وصل المسلمون لمناصب عليا في الصين في فترات كثيرة، وكانت لهم مكانة عليا وحظوة وتجمعات كبيرة ونفوذ قوي، حتى قلنا أن 2 من أباطرة الصين كان مسلما في غالب الاعتقاد، ولكن اليوم مع الأسف صاروا أقلية مضطهدة
ولا حياة لمن تنادي من إخوتهم المسلمين. فرج الله عن أمتنا الإسلامية وأعاد أندلسياتنا المفقودة جميعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو نرجو الدعم بضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.